مرحبا، أنا دكتورة لنا دلباح، أخصائية تقويم الأسنان في مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية في مدينة دبي الطبية. راح أجاوبكم اليوم عن بعض الأسئلة المتخصصة عن موضوع الإنفيزيلاين أو التقويم الشفاف. الإنفيزيلاين أو التقويم الشفاف هو عبارة عن أجهزة متحركة شفافة تأتي مصممة خصيصا لكل مريض بناء على المقاس اللي نأخذ له، وكل جهاز يلبس لمدة أسبوعين، يكون فيها حركات معينة متتابعة للأسنان بحيث أنها ترتب الأسنان بالشكل الصحيح. نعم، الإنفيزيلاين مناسب لأغلب الحالات إلا الحالات التي تحتاج خلع لبعض الضروس الدائمة مثل الضواحك، فهناك يكون في صعوبة في تحريك الجذور، فبالتالي لا ننصح باستخدامها للحالات المتقدمة للخلع، لكن أغلب الحالات الأخرى يعني يكون مناسب لها. بالنسبة للأعمار، يبدأ من عمر المراهقة من بعد ما تنزل كل الأسنان الدائمة إلى أي عمر، ممكن للستين والسبعين ما في مشكلة. تتراوح مدة العلاج بالنسبة للإنفيزيلاين بالحالات البسيطة ممكن تكون 6 شهور، إلى الحالات المتقدمة اللي ممكن تأخذ من سنة ونص أو أكثر قليلاً. الدواعي العلاجية لتقويم الأسنان ممكن تكون منها دواعي وظيفية مثل عدم القدرة على الأكل، المضغ، ممكن تكون النطق، ممكن بعض الأحرف يكون فيها صعوبة في النطق فبالتالي يكون هناك فيها دواعي علاجية، ممكن تكون فيها دواعي بالنسبة للمفصل، الإطباق يؤثر على مشاكل في المفصل، فهذه هي الدواعي العلاجية، طبعا بالإضافة إلى الدواعي التجميلية للتقويم بالتأكيد. ممكن أن يؤثر إطباق الأسنان على الوظائف بشكل عام، يعني ممكن يكون الإطباق بشكل غير سليم يؤدي إلى وجع في عضلات الرقبة والكتف، ممكن الإنسان ما يكون منتبه لهذا الشيء، لكن إذا بصك أسنانه بالليل ممكن هذا برضو كله يؤدي إلى تصلب في العضلات في الصدغ والرقبة والكتف، وما يكون الإنسان مدرك أنه الإطباق له أهمية في هذا. أيضا ممكن يأثر عدم مضغ الطعام بالشكل السليم على مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، يعني ممكن يكون في واحد عنده انتفاخات ومشاكل في الهضم وزيادة في الوزن بسبب أنه الإطباق مش متناسق بحيث يقدر يطحن الأكل بشكل جيد، فبالتالي بيحصل البلع للأكل الغير مطحون، فهذا يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أيضا.